السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بعد ما خلصنا الجزء بتاع الدي سي، اشتغلنا في الجزء بتاع الدي سي على قوانين كيرشوف سواء الكي سي ال او الكي في ال، وخدنا الابليكيشنز اللي عليهم سواء اشتغلنا باللوب او النودل اناليسيس. شوفنا النظريتين دول، شوفنا ازاي عن طريقهم بقدر اجيب المطلوب مني في الدايرة باستخدام طريقة اللوب او طريقة النودل. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الجزء بتاع الاي سي، الالترنيتنج كارنت او التيار المتغير. التيار المتغير شكل الموجة بتاعتي بتبقى بالشكل ده كده، دي موجة الجهد بتاعتي، ده الفي ماكسيمم، ده الفي مينيمم. الموجة دي بتكرر نفسها، ده زيرو وده باي على الاتنين، وده باي وده 2 باي وده 3 باي على الاتنين. لو جينا وضحناها بشكل اكتر بالشكل ده كده، لو قلنا ده 0 وده 90 وده 180 وده 270 وده 360، يبقى هنا سيتا وده الفي اوف تي وده الفي ماكسيمم وده الفي مينيمم. ده شكل الموجة بتاعتي. لو هشتغل هنا الاكس اكسس بتاعي بيساوي سيتا، لو انا خليت الاكس اكسس بتاعي نفس القصة دي كده بس كتبت هنا زيرو وهنا باي على الاتنين وهنا باي وهنا 3 باي على الاتنين وهنا 2 باي، ده بالديجري هيبقى ده بالراديانت اللي هو الاوميجا تي، يبقى ده بالديجري درجات لكن ده بالاوميجا تي بالراديان. طيب الموجة دي بتتوصف بالشكل ده كده، ان ال في اوف تي بتساوي ال في ماكس ساين الاوميجا تي. ال في اوف تي بتساوي ال في ماكس ساين الاوميجا تي. ال في اوف تي دي بنسميها ال انستانتانيوس فولتج، الجهد اللحظي. الجهد ده بيتغير مع الزمن، في اي لحظة بيتغير مع الزمن. ده اسمه الماكسيمم فولتج. والأوميجا دي عبارة عن 2 باي اف، حيث الاف ده الفريكوانسي اللي عندي والاف بيساوي 1 على تي، حيث التي دي الدورة الزمنية او الزمن الدوري بتاعي اللي بتتكرر عندها الموجة. يبقى الفترة دي كلها هنا كده دي اسمها تي. الموجة بتبدأ وتخلص في زمن دوري اسمه تي. الموجة بتخلص بتبدأ وتخلص في زمن دوري اسمه تي. الفريكوانسي دي بنقيسها بالهرتز او بحاجة اسمها الراديان بير سكند، الهرتز او الراديان بير سكند. طيب لو جينا اول حاجة كده، في حالة الموجة اللي عندي دي هسلطها على ريزيستنس. الموجة اللي عندي اللي هي الفي اوف تي بتساوي الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي، هسلطها على مقاومة. عاوز اشوف شكل الاي اوف تي هيبقى شكله عامل ازاي، شكل الباور نفسها هيبقى عامل ازاي، وشكل الانرجي في حالة الريزيستنس هيبقى عامله ازاي. طيب انا عندي الاي عبارة عن الفي على الار، يبقى كل اللي هعمله هقسم الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي على الار. لما اقسم الشكل بتاعي على الار مش هيتغير الشكل، هيطلع برضو موجة ساين. اذا الاي اوف تي برضو هيبقى عبارة عن اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، يبقى الجهد موجة ساين والتيار موجة ساين. لو انا جيت عملت كده ادي الفي بتاعتي، ادي الفي ماكسيمم، وهاجي هنا كده عند كل ماكسيمم وكل مينيمم هنزل بالشكل ده كده. طيب ده الفي ماكسيمم، ده موجة الجهد. التيار برضو موجته بس هتقل شوية لان اقسمها على الار. التيار برضو موجة ساين، التيار برضو موجة ساين. طب لو حبيت اجيب الباور، الباور عبارة عن الاي في الفي، يبقى هيساوي الاي ماكسيمم في الفي ماكسيمم في ساين تربيع اوميجا تي.
الاي ماكسيمم في الفي ماكسيمم في ساين تربيع اوميجا تي، ممكن افك الساين تربيع تبقى بنص ساين 2 اوميجا تي، يبقى فكيت الساين تربيع اوميجا تي بنص ساين 2 اوميجا تي، يبقى ده شكل البي اوف تي، شكل البي اوف تي بتاعي يبقى ساين 2 اوميجا تي. طيب هنا لو هضرب الفي الجزء الموجب ده في الجزء الموجب ده عشان اجيب الباور، الباور بتاعي يبقى بالشكل ده كده، يبقى الجزء ده كده ادي البي اوف تي. طيب الجزء النيجاتيف بتاع الجهد لما اضربه في الجزء النيجاتيف بتاع التيار هيديني برضو بوزيتيف، يبقى موجة الباور بتاعتي بتبقى دايما بوزيتيف، بتبقى دايما بوزيتيف. طيب اسف البي اوف تي تبقى اي ماكسيمم في ماكسيمم ساين تربيع اعتقد ان هي 1 ناقص كوزاين 2 اوميجا تي، ده الساين في كوزاين هي الساين ساين تر ساين في كوزاين هي بنص ساين 2 اوميجا تي. طيب عاوز اجيب الانرجي، انا عندي الانرجي بتساوي ايه؟ تكامل البي دي تي بتساوي تكامل البي دي تي. طيب يبقى هكامل المعادله دي، يبقى الانرجي بتاعتي هتساوي الاي ماكسيمم في ماكسيمم على الاثنين ده بره التكامل في تكامل الواحد ناقص كوزين 2 اوميجا تي دي تي. طيب يبقى هيساوي اي ماكسيمم في ماكسيمم على الاثنين تكامل الواحد بي تي ناقص كوزين 2 اوميجا تي تبقى 1 على 2 اوميجا في ساين 2 اوميجا تي. جميل. الساين بناقص كوزين يبقى كده صح. طيب انا عاوز ارسم دي، عاوز ارسم المعادله دي، ركز بقى معايا هرسم المعادله دي ازاي. اول حاجه ده رقم سيبك منه دلوقتي، التي التي ارسمها ازاي؟ انا اعرف ان التي بتترسم كده يبقى ده التي. ناقص ساين 2 اوميجا تي، ناقص ساين 2 اوميجا تي ده اسمه ساين اوميجا تي، لما يبقى ساين 2 يبقى الشكل ده هيتضاعف في الفترة الزمنية دي. يعني ايه؟ هو الأول بالسالب 1 على 2 اوميجا ده كونستنت سيبك منه، سالب سالب يبقى يبدأ من تحت، يبقى لو عملت كده ده عبارة عن ساين، وكمان واحدة زيها تبقى دي ساين 2 اوميجا تي، وبدأت من تحت تبقى بالايه؟ بالسالب، يبقى ده اسمه سالب ساين 2 اوميجا تي، وده تي، هجمع التي مع سالب ساين 2 اوميجا تي، لما اجمع ده مع ده اجمعهم ازاي؟ اي نقطة صفر مع الرقم ده هتديني الرقم ده، وعند الصفر والرقم ده هتديني ده، وعند الصفر وده هتديني ده، وعند الصفر وده هتديني ده، يبقى انا حددت كام نقطة كده. الساين بتاعتي دي كل اللي هعمله ان انا هعمل لها شيفت او هعمل لها ازاحة لفوق، يبقى الشكل بتاعي هيبقى عامل كده. اذن الموجة دي هي موجة الانرجي في حالة الريزيستنس، الموجة دي هي الموجة بتاعت الانرجي في حالة الريزيستنس، إذن دي هي الأوميجا تي، جمعت السالب ساين مع تي. طيب يبقى ده شكل التيار والباور والإنرجي لو عندي ريزيستنس متسلط عليها موجة إي سي. طيب تاني حاجة لو عندي اندكتنس، اتفقنا إن الاندكتنس والكاباستنس في حالة الاي سي هيشتغل عادي، لكن في حالة الدي سي هو اللي ايه؟ اللي مش هيشتغل. طيب الفي اوف تي تساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، ادي موجة الجهد. جميل، الجهد موجة ساين بالشكل ده كده، يبقى هنا هاجي عند الماكسيمم وعند المينيمم ده
ال v of t وده ال v max. ماشي، عاوز اجيب ال i l. ال v l كان l d i by d t، ال i l بيساوي 1 على l في تكامل ال v d t، 1 على l في تكامل ال v d t. طيب يبقى اذا ال i l بتاعي هيساوي ال v maximum على l، طيب تكامل ساين اوميجا t دي تي. جميل، ساين اوميجا تي تكاملها بيساوي ايه؟ بيساوي ناقص كوزاين، يبقى ناقص في ماكسيمم على اوميجا ال ساين اوميجا تي، يبقى واحد على اوميجا كوزاين اوميجا تي، يبقى ده الاي ال بيساوي ناقص في ماكسيمم على اوميجا ال كوزاين اوميجا تي. طيب ايه الاوميجا ال دي بقى؟ هو انا اعرف ان التيار بيساوي جهد على مقاومه، بيساوي جهد على مقاومه. انا ممكن الاول كده اشيل ناقص كوزاين، ناقص كوزاين واحط مكانها، هتبقى في ماكسيمم على اوميجا ال ساين اوميجا تي ناقص 90. اذا ناقص كوزاين بساين اوميجا تي ناقص 90، وموجب كوزاين بساين اوميجا تي زائد 90. اذا ممكن اشيل سالب كوزاين واحط مكانها ساين اوميجا تي ناقص 90. طيب جهد على ايه يديني تيار؟ جهد على مقاومه. اذا الاوميجا ال دي عباره عن مقاومه بالاوم، وانا اعرف ان الاوميجا عباره عن 2 باي اف ال، دي بنسميها اكس ال. يبقى ما هي الـ XL أو الـ 2 باي FL أو الـ أوميجا L؟ دي اسمها Inductive Reactance، احنا خدناها في الثانوية العامة، اسمها الممانعة الحسية Inductive Reactance، ودي بنقيسها بالأوم. إذا قدرت أحول الـ L من هنري، الـ L ده اللي بيتقاس بالهنري، قدرت احوله لأوم. اذا الاوميجا ال اللي هي 2 باي اف ال اللي هي الاكس ال، قدرت احولها من هنري لأوم، قدرت احولها من هنري لأوم، اسمها اندكتيف رياكتنس، وبقيسها بالأوم، وبقيسها بالايه؟ بالأوم. اذا ممكن اقول ان الاي ال ده عباره عن في ماكسيمم على ار، او في ماكسيمم على اكس ال، في ماكسيمم على اكس ال ساين اوميجا تي ناقص 90. في ماكسيمم على ال او في ماكسيمم على ار، اسف، في ماكسيمم على اكس ال او في ماكسيمم على ار تديني تيار. اذا الاي ال باي ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص 90، ولكن الجهد بتاعي بفي ماكسيمم ساين اوميجا تي، الجهد موجب ساين، لكن التيار ساين ناقص 90 او ناقص كوزاين، التيار ساين ناقص 90 او ناقص كوزاين، ما بينهم زاويه. يعني ايه؟ يعني انا لو رسمت الجهد بالشكل ده كده زاويته بصفر، التيار يتاخر ولا يتقدم عن الجهد؟ هنا ناقص 90، اذا التيار يتاخر عن الجهد بمقدار 90. لو الجهد زاويته صفر يبقى التيار هنا بيتاخر عن الجهد بمقدار 90، التيار بيتأخر عن الجهد ده كده بمقدار 90، التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار كام؟ 90. إذا الـ XL بتاعتي اللي هي عبارة عن الجهد على التيار، الجهد هنا زاويته صفر والتيار هنا زاويته ناقص 90، لما بنقسم مقدارين كده بنطرح الزوايا. إذا الـ XL بتاعي دايما هيبقى زاويته 90، الاكس ال بتاعتي دايما يبقى زاويته كام؟ 90. لو رجعنا لاول حاجه هنا، الجهد كان موجه ساين والتيار موجه ساين، يبقى في حاله الريزيستنس لو ده الجهد هيبقى ده التيار، الاثنين زاويتهم واحده، يبقى لما احب اجيب الار كنت بقول الفي على الاي، ما كنتش بذكر في زاويه للمقاومه لان الجهد والتيار نفس الزاويه، فكان دايما زاويه المقاومه بيساوي صفر، زاويه المقاومه بيساوي صفر. لكن هرجع لده،
دايما دايما هنا التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار 90، فدايما الـ XL اللي هي بتساوي الجهد على التيار دايما هيبقى زاويتها كام؟ 90. يبقى أنا عرفت حكاية إن أنا أحول الـ L من هنري لأوم، وعرفت حكاية إن دايما التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار 90، فاسمه دايما لاج. يبقى التيار دايما لاج، بيتأخر عن الجهد بمقدار 90. طيب أرجع لأرسم الرسمة بتاعت الويف بتاعي. أنا الجهد كان معطى إن هو موجة ساين، استنتجت لك إن التيار موجة ناقص كوزاين، أو ساين ناقص 90. يعني إيه ناقص كوزاين؟ إن نعرف الكوزاين عكس الساين، أما يبقى الساين بصفر بيبقى الكوزاين ماكسيمم، ولما يبقى الكوزاين ماكس الساين ماكسيمم يبقى الكوزاين بصفر. يبقى هنا ده بصفر وده بصفر، بس هو بيقول لي ناقص، يبقى هبدأ من تحت. يبقى الموجة بتاعة التيار هتبقى بالشكل ده كده، هنا ده بصفر وبعد كده هيبقى ماكسيمم، وبعد كده هيرجع بصفر، وبعد كده هيبقى بالشكل ده كده. إذن ده الـ IL of T بناقص كوزاين. طيب حابب أجيب الباور البي بتاعتي، الباور بتاعتي عبارة عن الـ I في الـ V، الـ I في الـ V يعني عبارة عن الـ I maximum في الـ V maximum، بس هنا في إشارة ناقص sin أوميجا T في كوزاين أوميجا T. I maximum في V maximum، sin في كوزاين، التيار بناقص كوزاين والجهد بساين. sin في كوزاين بقى تديني هنا I maximum V maximum بنص sin 2 أوميجا T. إذن البي بتاعتي هتبقى I maximum V maximum نص sin 2 أوميجا T. يعني إيه؟ يعني أنا متوقع إن موجة الباور هتعمل لي موجتين للساين، بس بإشارة إيه؟ سالبة، يعني لتحت. تعال نتأكد كده. كل اللي أنا هعمله هضرب موجة الجهد في موجة التيار. هنا موجة الجهد بصفر والتيار ماكسيمم تديني صفر، هنا موجة الجهد ماكسيمم والتيار بصفر هتديني صفر، هنا ده بصفر في ماكسيمم يبقى هنا صفر، وهنا ماكسيمم في صفر يبقى صفر، وهنا صفر. اذا حددت كام نقطة كده. طيب الجزء ده سالب والجزء ده موجب، يبقى الناتج سالب. الجزء ده موجب والجزء ده موجب، يبقى الناتج موجب. الجزء ده موجب في سالب يديني سالب، وسالب في سالب يديني موجب. اذا فعلا موجة الباور عبارة عن ساين 2 اوميجا تي وبإشارة ايه؟ سالبة. يبقى ده البي اوف تي، يبقى ده البي اوف تي في حالة الاندكتنس. طيب لو عاوز اجيب الانرجي في الملف، اتفقنا من القوانين اللي احنا خدناها في اول محاضرة ان الانرجي في الملف في تكامل البي دي تي، بوصل انها عبارة عن الاي في الفي دي تي. يبقى تكامل ال I في ال V، ال V عبارة عن add ال I of T، وال V L عبارة عن L D I by D T مضروبة في ال D T. هنكامل ال L في ال I D I، تطلع ال energy بنص ال I square. ال energy بتاعتي بنص ال I square، نص ال I تربيع. يبقى دي الموجة بتاعت ال energy. طيب لو انا عاوز اجيبها من هنا، الانرجي بتاعتي كانت بتساوي تكامل البي اوف تي دي تي، يعني بتساوي ناقص اي ماكسيمم في ماكسيمم على الاتنين في تكامل ساين 2 اوميجا تي دي تي. ممكن اجيبها من هنا او ممكن اجيبها على طول، اللي الانرجي بتتناسب مع مربع التيار لان ده ثابت، ده ثابت. او ممكن اعمل عملية تكامل لده. ازاي؟ هنا ناقص I maximum V maximum على الاتنين sin 2 أوميجا T، تكاملها بإيه؟ بناقص، ناقص في ناقص تبقى موجب، نص تبقى دي 4 كوزين 2 أوميجا T على أوميجا. يبقى I maximum V maximum على 4 أوميجا في كوزين 2 أوميجا T. ده مين؟ ده الأوميجا بتاعتي، ده الأوميجا بتاعتي. طيب تعالوا نشوفها من هنا، لو حبيت اجيب الاوميجا هقول هتتناسب مع مربع
التيار، الأوميجا بتاعتي بتتناسب مع مربع التيار لو أنا عاوز أرسمها. طيب بص كده، فين التيار؟ التيار بتاعي أهو، كل اللي أنا هعمله هربع التيار، الجزء ده سالب يبقى تربيعه هو هيبقى بالشكل ده كده. طيب والجزء ده موجب يبقى تربيعه موجب، والجزء ده سالب يبقى تربيعه موجب. إذن دي شكل موجة الانرجي اللي هي بتتناسب مع مربع التيار. كل اللي انا عملته ربعت التيار بتاعي ده، كل اللي انا عملته ربعت التيار بتاعي، جبت موجة الانرجي. اللي انا عاوزك تعرفه كويس جدا ان الجزء بتاع الاكس ال ده، الاكس ال هو بتساوي 2 باي اف ال، وزاويته دايما بيبقى 90، وان التيار دايما بيبقى لاجل الجهد، التيار دايما في حالة الملف بيتأخر عن الجهد بمقدار 90. طب في حالة المقاومة، نرجع تاني للمقاومة، انت المقاومة اثبتت ان زاويتها بصفر، ليه بصفر؟ لان التيار والجهد زاويتهم واحدة، التيار والجهد زاويتهم واحدة، كلمة زاويتهم واحدة يعني اسمها يونيتي، يونيتي اللي هي الوحدة. إذن في حالة المقاومة يونيتي، التيار والجهد منطبقين دايما على بعض، التيار والجهد منطبقين دايما على بعض. في حالة الملف استنتجت إن التيار دايما لاجي الجهد بمقدار 90، دايما التيار لاجي الجهد بمقدار 90. لو جينا لآخر حاجة اللي هو الكاباستنس، لو الكاباستنس اللي هو بالفراد سلطت عليه موجة الجهد اللي هي ال V of T عبارة عن V maximum sin omega T، وحبيت أجيب التيار والباور والإنرجي، أدي موجة الجهد بتاعي، ماشي، أدي ال V of T. هنيجي كده أنا عاوز أجيب ال I C، ال I C عبارة عن C دي V باي دي تي. إذن ال I C of T بتاعي هيساوي أدي ال C V maximum زي ما هي sin omega T، تفاضلها بيساوي إيه؟ تفاضلها بيساوي omega cosine omega T. طب أنا ممكن أكتبها كده، أدي ال V maximum omega C دي أكتبها كده، واحد على omega C cosine omega T، واحد على أوميجا سي كوزين أوميجا تي. طب ما نعرف إن التيار بيساوي جهد على مقاومة، إيه واحد على أوميجا سي دي؟ واحد على أوميجا سي هتساوي واحد على 2 باي إف سي، هتساوي حاجة اسمها إكس سي، واحد على أوميجا سي بتساوي واحد على 2 باي إف سي بتساوي حاجة اسمها إكس سي. ما هي الإكس سي؟ دي اسمها الكاباسيتيف رياكتنس، الممنعة الثعوية اسمها الكاباسيتيف رياكتنس اللي تمييزها برضو بالأوم. إذن زي ما حولت الملف من هنا للأوم إن أنا ضربته في أوميجا فأبقى اسمه أوميجا إل أو إكس إل أو 2 باي إف إل، الكاباسيتنس هيبقى حوله من فراد لأوم هيبقى اسمه إكس سي، واحد على أوميجا سي واحد على 2 باي إف سي. إذن الـ IC بتاعي بقى عبارة عن جهد على مقاومة، بقى I maximum كوزين أوميجا تي، الجهد موجة ساين، التيار موجة كوزين. طب ما أنا ممكن أشيل الكوزين وأحط مكانها ساين أوميجا تي بلس 90. هنا الجهد التيار ساين أوميجا تي زائد 90، والجهد عبارة عن V maximum ساين أوميجا تي. هل ما بينهم زاوية؟ هنا الكرنت هل بيسبق ولا بيتأخر؟ هنا التيار ليد أو بيتقدم الجهد، يعني لو الجهد مازال زاويته صفر زي ما أنا بعمله دايما هيبقى التيار بيتقدم بمقدار 90، هنا بسميه ليد، يبقى هنا التيار ليد بمقدار 90. في الملف كان التيار لاج بمقدار 90، في الريزيستنس كان التيار يونيتي. طيب اكس سي عبارة عن جهد على تيار، جهد هنا زاويته صفر والتيار هنا زاويته موجب 90، اذا الاكس سي دايما هتبقى زاويتها سالب 90،
زاويتها سالب 90. إذن اكس ال زاويته 90، ار زاويته 0، اكس سي زاويته سالب 90. طيب لو جينا للرسومات، الجهد موجة ساين، التيار موجة كوزاين. كوزاين اتفقنا ان هي عكس الساين، لما يبقى ده ماكسيمم يبقى الكوزاين، لما يبقى ده بصفر الكوزاين ماكسيمم، ولما يبقى الساين ماكسيمم الكوزاين بصفر، هيبقى عامل بالشكل ده كده وهنا بالشكل ده كده اهو. يبقى ده موجة الكوزاين بتاع الاي سي اوف تي. طيب حابب اجيب الباور زي ما عملت في حالة الاندكتنس، البي اوف تي عبارة عن الاي في الفي، يبقى البي اوف تي بتاعتي عبارة عن اي ماكسيمم في ماكسيمم ساين اوميجا تي في كوزاين اوميجا تي. ساين في كوزاين هفكها بنص ساين 2 اوميجا تي، ده البي اوف تي. ساين 2 اوميجا تي وموجبه، تعال نتاكد، هنضرب في بعض، اي حاجه في صفر بصفر 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 بصفر، الجزء ده موجب والجزء ده موجب تديني موجب، ده موجب ودي سالب هتديني سالب، سالب في سالب تديني موجب، وسالب في موجب تديني سالب. إذن فعلا ساين 2 أوميجا تي وموجبة. طيب الانرجي في المكثف هي تكامل البي دي تي، يعني بتساوي اي ماكسيمم في ماكسيمم على 2 في تكامل ساين 2 أوميجا تي دي تي، يعني اي ماكسيمم في ماكسيمم على 4 أوميجا في ناقص كوزاين 2 أوميجا تي. طيب بدل ما ارسمها كده، ما انا ممكن ارسمها ان الاوميجا سي تكامل الاي في الفي دي تي، يعني ادي الفي، الاي عبارة عن سي دي في باي دي تي في دي تي، يعني تكامل السي في الفي دي في. اذا الانرجي في حالة الكاباستنس هتساوي نص سي في تربيع، ده كونستانت، يعني الانرجي في حالة المكثف بتتناسب مع مربع الجهد، الانرجي في حالة المكثف بتتناسب مع مربع الجهد. يبقى كل اللي عليا ان انا هربع الجهد بتاعي، الجزء ده موجب يبقى ده موجب، والجزء ده سالب يبقى برضو ده موجب. اذا ده الانرجي في حالة الكابستنس. طيب الكونكلوجن في اللي انا قلته ده كله يهمني ايه؟ يهمني ان انا لما يبقى عندي ريزيستنس بالشكل ده كده، ده الجهد والتيار بيبقوا يونيتي مع بعض، وان المقاومة زاويتها بصفر دايما، بالاضافة لشكل الموجة بتاعت التيار والباور والانرجي. طيب في حالة الاندكتنس الجهد بيبقى كده، التيار دايما بيبقى لاج بمقدار 90، والاكس اللي بتبقى زاويتها موجة 90 وأوم زي ما المقاومة بالأوم. في حالة الكاباستنس ادي الجهد، التيار بتاعي بيبقى ليد بالشكل ده كده، والاكس سي بتبقى بسالب 90 اوم. اذا ده بقى بالاوم، الاكس ال بتاعي اللي هو عبارة عن 2 باي اف ال اللي هو عبارة عن اوميجا ال بالاوم، الاكس سي اللي هو عبارة عن 1 على اوميجا سي عبارة 1 على 2 باي اف سي بالأوم. إذا حولت الاندكتنس والكاباستنس من هنري وفراد لأوم بالشكل العام. شفنا شكل موجة الساين ويف في حالة الكرنت والفولت والباور وفي حالة الانرجي. طيب أنا لو عندي الموجة بتاعت الفولت ده بالشكل ده كده، خلي دي سيتا ده في اوف تي ده في ماكسيمم 0 90 180 270 و360، الفي اوف تي بساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي، او ممكن اكتبها في ماكسيمم ساين سيتا، حيث الاوميجا تي بتساوي سيتا. في حاجة عندي اسمها الافريج،
لو عاوز اجيب الافريج لاي شكل عندي، لو عاوز اجيب الافريج او المتوسط لاي حاجه عندي. افريج عندنا في الهندسه زمان كان يقول لك مش عارف مجموعهم على عددهم والكلام ده. طيب انا لما يبقى عندي شكل هندسي، شكل هندسي ممكن اجيب الافريج بتاعه ازاي؟ لو انا عاوز اجيب الفي افريج او الاي افريج او البي افريج، قال لي واحد على تي، حيث تي ده زمن تكرار الدوره بتاعتي، زمن تكرار الدوره بتاعتي، تكامل من زيرو ال تي، من زيرو ال تي. طيب انت عاوز تجيب الفي افريج، يبقى الموجه بتاعت الفي دي تي، يبقى ده القانون اللي هجيب بيه الافريج بتاع اي شكل عندي. شكل هندسي بجيبه ان انا بعمل عمليه تكامل، او ساعات يقول لك ايه ان انا اجيب الاريا اسفل المنحنى، الشكل ان انا اجيب الايه الاريا بتاعتي. يعني مثلا لو عاوز اجيب الفي افريج، واحد على تي في النت اريا، هجيب النت اريا بتاعتي واقسمها على التي برضو. طيب طبعا انا ما ينفعش اجيب اريا لموجه ساين او كوزاين، لو هي شكل مثلث مستطيل مربع الاشكال الهندسيه اللي اقدر اجيب المساحه بتاعتها واقسم على الزمن بتاعها اقدر اجيب الافريج بتاعها. لكن الشكل طالما مش عارف اجيب الاريا بتاعته هعمل له عمليه تكامل، هعمل له عمليه ايه؟ تكامل. طيب لو انا بصيت كده للشكل ده، كده ده عباره عن سيمتري، الجزء اللي فوق هو الجزء اللي تحت، فانا لو جبت الافريج للجزء ده هيديني صفر. فانا باجي اعمل ايه؟ باجي اجيب الافريج كده لما بيجي في الامتحان هقول لك لو الفي اوف تي بتاعتك عباره عن الفي ماكسيمم ساين سيتا فايند الافريج فولتج عند الهاف سايكل. هاف سايكل يعني الموجه بتاعتي او السيتا بتاعتي من زيرو لباي فقط. هنا ده باي على الاثنين، وده باي، وده 3 باي على الاثنين، وده 2 باي. هو هياخد منين؟ هياخد الموجه دي بس، يعني مش هيشتغل على كل الموجه. ادي الموجه بتاعتي، هيشتغل على الجزء ده بس من زيرو الباي فقط، هيشتغل على الجزء ده. ليه؟ لانه اشتغل، لو اشتغل على الجزئين هيبقى الناتج بصفر. طيب يبقى الفي افريج بتاعك هيساوي 1 على تي من زيرو لتي الفي اوف تي دي تي، ده القانون. جميل. اذا الفي افريج بتاعي 1 على تي، التي هنا هيساوي باي، هي نص الموجه، من زيرو لباي. الفي اوف تي عباره عن في ماكسيمم ساين سيتا دي سيتا. ماشي. يبقى الافريج بتاعي هيساوي في ماكسيمم على باي تكامل ساين سيتا بناقص كوزاين سيتا من زيرو لباي. اذا هيساوي في ماكسيمم على باي في ناقص كوزاين باي ناقص كوزاين زيرو. كوزاين باي بناقص واحد وكوزاين زيرو بواحد، ده يديني ناقص اتنين في ناقص. اذا الافرج بتاعتي هتساوي اتنين في ماكسيمم على باي. هل الافرج هيطلع كده على طول؟ هيطلع لكل موجة ساين او كوزاين ويف. ساين او كوزاين ويف بنسميها الساين سويدل، الكوزاين او الساين دول بيبقى اسمهم الساين سويدل. ساين سويدل الافرج بتاعي على طول، لو انا خدت الموجه بتاعتي اللي هي تبقى نص الموجه عشان ما اخدش الافرج كله بيديني صفر، يطلع على طول ب 2 في ماكسيمم على باي، يطلع على طول ب 2 في ماكسيمم على باي. طيب في حاجه ثانيه عندي اسمها الافكتيف او اسمها الروت مين سكوير. روت مين سكوير بيسميها ار ام اس او الافكتيف فاليو، القيمه الفعاله او القيمه الحقيقيه. يعني ايه؟ اي فولتميتر او اي اميتر او اي جهاز قياس، اما باجي اقيس الكرنت او بقيس الفولت، طبعا بيبقى اي سي شكل الموجه او شكل او القيمه اللي بتطلع لي بتاع الفولت او الكرنت دي، هل هي ماكسيمم ولا هي افريج ولا هي افكتيف؟ لا، القيمه اللي بتطلع لي دي دايما بتبقى هي الافكتيف فاليو، هي القيمه الاصليه، القيمه الفعاله او القيمه اللي بنسميها الروت مين سكوير اللي بتطلع لي. جهاز القياس بيقيس لي الافكتيف فاليو، بيقيس لي الروت مين سكوير فاليو، ما بيقيسليش الماكسيمم، ما بيقيسليش الافريج. طيب اجيب الروت مين سكوير دي ازاي؟ يعني انا عاوز اجيب الفي ار ام اس من شكلها، روت يعني
جسر. كلمة مين، مين يعني average square، مين كلمة مين يعني متوسط، ومتوسط احنا قلنا عبارة عن واحد على t من 0 ال t ال v of t dt، يبقى root mean square يعني تربيع، يبقى root mean square. طيب إذن ال v root mean square كل تربيع هيساوي واحد على t من 0 ل t ال v تربيع of t dt. طالما تربيع وشكل الموجة بالشكل ده كده، ممكن اخد من 0 الباي او اخد من 0 ل 2 باي، مش هتفرق. من 0 الباي هي نفس الناتج من 0 ل 2 باي، ما تطلعش بصفر. ليه؟ لان دايما مربع، دايما الموجة عندي متربعة، يبقى عمرها ما هتبقى بصفر. يبقى اشتغلت من 0 الباي هي هي من 0 ل 2 باي. طيب تعال نستنتج نشوف في حالة الساين ويف او الكوزاين ويف الروت من سكوير فاليو دي بتبقى بكام. يبقى لما اجي اجيب الفي روت مين سكوير هيساوي، هشتغل مثلا واحد على تي، هشتغلها من زيرو لباي، وانتوا تعملوها من زيرو لاتنين باي هتطلعوا نفس الناتج. من زيرو لباي تكامل من زيرو لباي كانت هي عبارة عن في ماكسيمم ساين سيتا دي سيتا، هتبقى تربيع، تبقى دي تربيع وتبقى دي تربيع ويبقى ده تربيع. يبقى في روت من سكوير كل تربيع سوى واحد على باي من 0 لباي، في ماكسيمم تربيع ساين تربيع سيتا دي سيتا. طيب الفي ماكسيمم بره كده من 0 لباي ساين تربيع سيتا فكناها بنص، واحد ناقص كوزاين 2 سيتا دي سيتا، يبقى هتساوي تطلع دي بره تبقى في ماكسيمم تربيع على ال 2 باي. طيب هكامل بقى، واحد تكامله سيتا، كوزاين 2 سيتا هتبقى نص ساين 2 سيتا من 0 لباي، إذن هتساوي في ماكسيمم تربيع على ال 2 باي. هشيل السيتا احط باي ناقص 0 ناقص نص ساين 2 سيتا تبقى 2 باي ناقص ساين 0. جميل، ساين 2 باي ب 0 وساين 0 ب 0 يبقى دي راحت، تتبقى لي في ماكسيمم كل تربيع على ال 2 باي مضروبة في باي، دي في روت من سكوير الكل تربيع، يعني تديني في ماكسيمم تربيع على الاثنين. اذا الفي روت من سكوير اللي انا بسميها في افكتيف هتساوي الفي ماكسيمم على جذر 2. اذا القيمه اللي بيقراها الاميتر او الفولتاميتر هي الماكسيمم فاليو مقسومه على جذر 2، الماكسيمم فاليو مقسومه على جذر 2. الكلام ده لاي موجه ساين او موجه كوزاين اللي انا بسميها ساين سويدال، اي موجة ساين او موجة كوزاين على طول الافكتيف فاليو بتاعها بيساوي الماكسيمم فاليو على جذر 2. الاثباتين دول مهمين جدا ولازم يجوا في الامتحان، ان انا اجيب لك شكل اقول لك هات الشكل ساين ويف او كوزاين ويف، اقول لك هات لي الافرج فاليو، هات لي الروت من سكوير فاليو بتاعه. جميل. طيب لو انا مديك الفي اوف تي تساوي في ماكسيمم كوزاين سيتا، طالب منك الفي افريج لما السيتا من 0 لباي على الاثنين، ليه باي على الاثنين؟ لان هي مرسومه كده، فانا بقول لك خدها لي لغايه باي على الاثنين، لو قلت خدها لك لغايه باي هيضيعوا بعض. من 0 لباي على الاثنين هات لي الفي افريج وهات لي الفي افكتيف، لازم الحل ده يطلع هو الحل اللي حلناه سواء موجه كوزاين او ساين. الكلام ده هتحله لي عشان تتاكد من الحل بتاعك. هنكتفي بالقدر ده. يلا سلام عليكم.